السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى متوسط، صلاة تكونوا كامل بخير. اليوم أعزائي تلاميذ، يعني لا تتذكروا درتكم مراجعة في مادة اللغة الإنجليزية للفصل الأول، قلت لكم نخليكم تكملتها للفيديو القادم. في الفيديو القادم اليوم جيت نكمل لكم تكملة هذه المراجعة، يعني بعض المقتطفات من الدروس مش وسجام يطيحوا لكم في الاختبار ولا في الفرض. يعني نوع من هاد يعني تمرين يضم نوع من هاد الدروس تقدروا تجاوبوا. نبدأ أول ولا كما نقولوا تاسع درس، بس درنا الدروس من قبل. وش قال لك؟ To introduce someone، يعني باش تعرف على شخص ما وش تستعمل لتعريف شخص ما، لتعريف شخص ما وش تستعمل. نعطيكم بعض الجمل يعني متكررة. This is my friend، على سبيل المثال تكون تا وصديقك، ومن بعد يجي صديق واحد اخر تعرفه وتحب تعرف هذا الصديق، تعرفه للصديق الاخر. وش تقول؟ This is my friend، هذا صديقي. هذا this is، هذا هو صديقي. حبيت تقول قريبي او this is my cousin على سبيل المثال. حبيت تقول تعرف عن أستاذك تقول This is my teacher، هذا أستاذي. This is my friend، This is my cousin، This is my teacher. تستعمل This is. بعد تحب تقول My friend محمد، My cousin أيمن، My teacher of English or أي لغة، يعني أنت والشخص اللي حبيت يعني تعرف به. إلا النص عفوا الدرس اللي بعده هو the present simple to be and to have، يعني المضارع البسيط على الverb to be اللي هو être، to have اللي هو avoir. الverb être et avoir هذا auxiliary، معناها auxiliaire، les auxiliaires أفعال مساعدة. هذا لازم تحفظهم، يعني سهلين. شوفوا verb to be in the present معنا I am، you are، he she it is، we are، you are and they are. يعني لي كاع ار بريس كاع ار عندك اي و هي شي ات از اي ام هي از شي از ات از. هذو اللي تبدلوا. عندنا verb to have يعني to be معناها يكون. اي ام محمد، انا هو محمد، أنا أكون محمد. verb to have هو يملك. I have يعني سهلة، قاع عودوا كتبوه نحو to هذه وكتبوه have، كتبوا الفعل. عندك برك هنا he she it has، تتبدل كتبوا برك هنا has، الأخرين قاع كتبوهم have. I have، you have، he has، she has، it has، غير هذو ثلاثة يعني هم يجيوا مع بعضهم. has، we have، you have، they have. أنا أكون، أنت تكون، he she it is يكون، عفوا هي هو يكون، she هي تكون، it is المحايد يعني للحيوان والأشياء. we are نحن نكون، you are أنتم تكونون، they are هم يكونون. verb to have I have أنا أملك، you have أنت تملك، he has هو يملك، she has هي تملك، it has قلنا المحايد الحيوان والأشياء has، we have نحن نملك، you have أنتم تملكون، they have هم يملكون. بهذا الشكل هنا تعلمنا الضمائر I أنا، you أنت، he هو، she هي، it للمحايد، we نحن، you أنتم، they هم. I قلنا أنا، I have أملك، you have أنت تملك، etc. بهذا الشكل. أعطيكم أعزائي التلاميذ بعض الأمثلة، some examples. في verb to be I am Adam، أنا أكون آدم أو أنا هو آدم. You are my friend، أنت تكون صديقي أو أنت هو صديقي. You are، you are. She is beautiful، she is beautiful معناها هي جميلة. الأمثلة يعني الخاصة بالverb to have،
He has a car. He has a car معناها هو لديه سيارة. He has هو يملك سيارة. We have a garden. We have نحن نملك a garden حديقة. We have a garden. They have a pet. هم يملكون حيوان أليف. Pet animal معناها حيوان أليف. They have a pet. I am Adam. You are my friend. She is beautiful or she is beautiful. We has a car. We have a garden. They have a pet. بالنسبة للدرس يعني هو درس أخير سهل. عندنا تشوفوا بعض الأحيان عندكم يعني أغلبية التلاميذ ما يعرفوش وقت شي يحطوا a, an or the في يعني قبل الكلمة. هنا يجي قبل الأسماء the noun. باكو تغلطوا قبل اسم. The هو التعريف يعني كما يقولوا في العربية الكلب القط the cat هذه التعريف. عندنا a an هذو بارفو نستعملوهم the نستعملوها يعني في بداية الجملة يعني على سبيل المثال نستعملوها في بداية الجملة. قدوش نقوله a cat is cute the cat is cute كما يقولوا القط كيوت معناها لطيف. وكان واش نقول نقولش a cat no هذه نستعملها في وسط الكلمة في وسط الجملة عفوا. بصح عندنا a وعندنا a n هذه n a وال a n هذه a وال a n عندهم يعني حالات. هذه أنا استعملوها عفوا هذه الآن استعملوها كي يكون عندنا consonants يكون عندنا الحروف يعني الساكنة يعني 21 حرف. حروف المتحركة عندنا 6 a e a i e o u and y هذو الستة تيكون كلمة تبدأ بواحد من هذه الستة نديرو n a n وكيكون هذه مع هذه هذه ما تغلطوش هذه كيكون consonant تكون كلمة تبدأ بكونسون بكونسون عفوا نديرو a a cat a man a farmer يبدأ كونسون يعني بحرف ساكن. فكي يكون كلمة تبدأ بحرف متحرك عندنا architect هنا وش نديرو an engineer شفتو an architect an ambulance وفي an architect يعني مهندس معماري an engineer an ambulance. كي يكون عندنا كلمة تبدأ بفوايا توجور نديرو ان كيكون عندنا الكلمه ان كيكون عندنا الكلمه تبدا بكونسون بحرف ثابت وهو 21 سي دي ام ان ال بي هادو كاع نديرو ا كات امان كات هو القط امان الرجل فارمر هذا الشكل. ذو هي التعريف نستعملوها يعني في اغلبيه الامر في بدايه الجمله يعني بهذا الشكل. هذه سؤالة مش حاجة صعبة هما عبارة قلت لكم عن مقتطفات من الدروس يعني باش درت لكم هكا أمثلة باش تفهموا بشكل أفضل. ملاحظة برك أعزائي التلاميذ حطيت لكم في صندوق الوصف يعني اللي ما شافش المراجعة الأولى أنا حطيت لكم الرابط تاع الفيديو في صندوق الوصف وحطيت لكم يعني كاع باش تسحقوا الفروض والاختبارات الفصل الأول في اللغة الفرنسية والإنجليزية. حطيت لكم الكتب الكتاب المدرسي في اللغة الفرنسية والإنجليزية نفس الشيء يعني جميع صفحات. وحطيت لكم مراجعاتها كما قلت لكم تاع الأولى يعني ما شافهاش. إن شاء الله تكونوا أعزائي التلاميذ تبعتوا معايا وفهمتوا معايا خطوة بخطوة. نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد ومع السلامة. ولا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش تدعموني بإعجاباتكم وتشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وهذا دائما فضلا وليس أمرا. نتلاقاو إن شاء الله في عدد جديد.